بسم الله الحمد لله، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نبينا وقائدنا المحبوب محمد النبي الصادق الأمين عليه الصلاة والتسليم هذا القول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. لهذا مش حظى كلام الله إليهم، لأنهم لا قيمة لهم عند الله، خذوا حظهم في الدنيا. هي الدنيا مثل ما ربي، الدنيا لا قيمة لها في الحقيقة، وناس يعظمونها. ما لا كذا مش نشاهدوا مسكنتهم وقلة قيمتهم عند المولى لعالم كل شيء والأكبر والأعظم. يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا حديث هذا رواه مسلم عليه السلام وعليه رضوان. يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم، يعني من أهل جهنم، ولا ينظر إليهم نظرة الرضا والبركة ونظرة استحسان من المولى عز وجل لحقيقتهم، ولهم عذاب أليم. واش حصلوا عذاب عظيم شأنه، يعني أمانة عذاب لا يطاق لا في تخيله ولا في مباشرته، مش يعاني وعذاب لا يعلم خصائصه إلا الله. هم اللي مش يكونوا معذبين في قعر الجحيم. يقول قائدنا المحبوب عليه السلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، يعني نهاية مصيرهم هو عذاب في قعر جهنم. وما أدراك ما قعر جهنم؟ أشكرهم شيخ زان تديش مازال انت في عنفوانك، ما انا كنت تحس بحاجة الى الجنس في كل مكان وكل زمان وكل كيف ومع كل من اردت. شيخ زان تتي ما في مروحك وليت هرم يزي من اتباع العاهرات بنات الهوى. و ملك كذب، يعني ملك في قبيلة، ملك في أرض، ملك في زمان ما، مكان ما، يعني كذب. ما هو كما توعنا الملوك والرؤساء والقادة للدار على نعرفهم يكذب علينا. لذلك قلت لي الكلب نتنياهو حدك بس يهدك يا أمة، وإن قل عددك وإن قلت حيلتك وإن قلت أصيحتك وكذا يحب ينغس عليك بكذب، يقول لك أنا في كل وقت نجم نختار باش ندمر كل حي على أرض في غزة أو جنوبها، يعني يكذب عليك راهو يهدد ويعلى خاطري لي ديليرون. هو خارج سكة الواقع اللي هي كوتي دو لا رياليتي. Donc il dit je vais détruire, je vais exterminer. Il est absolument menteur, un fief et menteur. Il ne faut pas le croire pour les gens qui savent bien ce que ça veut dire, ces gens-là qui ne disent rien de la réalité. Donc soyez tranquille, vous êtes sûr qu'il ne va pas comment dirais-je, réaliser ce qu'il propose dans le canal du mensonge. Wassalam alayna, ummat l'islam, ummat l'aman, ummat l'sulh, ma'ar-rahman.